هذا السائل يقول: متى كتب الشيخ سليمان رحمه الله هذه الرسالة وقد قتل عند دخول الأتراك الدرعية؟ هل كتبها قبل ذلك؟ الشيخ ما قتل إلا بعد ما انتهت بعد ما انتهى القتال وتم العهد بينهم وبين الإمام على أن يتركوا المسلمين، ولكنهم خانوا وغدروا بالمسلمين، ومن جملة من غدروا بهم الشيخ رحمه الله، أخذوه وقتلوه غدرا مع أنهم عاهدين أنهم ما يضرون المسلمين، وما قتل إلا متأخرا. قد كتب هذه الرسالة في حالة قدوم العساكر. نعم. وما حصل من تغير كثير من أهل البلد معهم ومساعدتهم، فهو كتبها كنصيحة للمسلمين. نعم.